سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفه سهله، بما انه قرب شهر رمضان، وهي خبيزات بالثوم والفرماج، يعني بطريقه جديده وسهله. نبداو بروميرمون نخدموا لاباتي تاعنا، نديروا الفرينه والبيض. هنا هذه المقادير تقدروا تدبلوهم، ما انا درت خدمت لي دات لي 8 حبات. ندير السكر والملح والخميره تاع الخبز، ومن بعد نبدا نلين فيها بالحليب الدافي، لازم الحليب يكون دافي شويه. بعد ما نلينها وتعطينا عجينه، نقعدوا نخدموها من 5 ل 10 دقائق، نخدموها مليح باش تعطينا اون بات يعني تكون طريه، ومن بعد نخلوها تريح ساعه. لو طون اللي هي تريح فيه نخدموا لا فارس تاعنا. هنا نقلوا البصل، قلي البصل تاعي حتى يتكاراميزا ويتقلى مليح، ومن بعد نزيدوا لو طون ونتبلوه بالملح والفلفل الكحل، وبعدها نزيدو لا كريم ليكيد ونخلوه يتميجو تا مليح يطيب مليح. ومن بعد تكون هذيك لاباط تاعنا خمرت، نديروها كويرات، تعطينا ثمن كويرات هنايا. هذوك الكريات خلوهم يريحوا لواحد ربع ساعه، ومن بعد يطالوهم هكذا. ومن بعد نشوفوا هنا تخدموا بالكاس، هذا الكاس باش يعطيكم ان كرو داخل، يعني باش يعطيكم مساحه داخل باش نقدروا نحشيوهم. ومن بعد نطلوهم بالبيض، بعد ما نطلوهم بالبيض نديرو لهم شويه دجلان كاع من الفوق، ومن بعد نديرو هذيك لافارس تاعنا اللي وجدناها ونديرو الفخوماج غابي و ديريكتومون ندخلوهم في الفرن مسخن 180 درجه. هذه هي وصفتنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها.